أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، أصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، وبلغنا قول المصنف رحمه الله فصل العام أي تعريفه في صفحة 302. نعم، من القارئ؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: مطلب العام. العام أي تعريفه هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، هذا هو المختار عند أصحابنا، واحترزنا باللفظ عن غير اللفظ من إشارة ونحوها، وبالدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وبالدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله عن الدال على بعضها تعيينا كالخاص أو غير تعيين كالمطلق، والخاص بخلافه، وهو اللفظ الدال على بعض أجزاء الماهية. نعم، أحسنت. شرع المصنف رحمه الله في تعريف العام كما هي العادة في المصطلحات الأصولية أن تعرف بها السبين، فقال: العام أي تعريفه يعني اصطلاحا. قال: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، هذا هو تعريف العام اصطلاحا. اللفظ يعني اللفظ الواحد، الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. وقلنا في الدرس السابق إن بعض الأصوليين يتسامحون في إطلاق الأجزاء على الجزئيات والجزئيات على الأجزاء، وهذا من مواضعها، فالمراد على جزئيات مدلوله، والأمر يسير في هذا، والمقصود الدال على أفراده، لفظ وضعته العرب ليدل على مجموع الأفراد، فإن كلمة الرجال هذا اللفظ وضعته العرب ليدل على كل ذكر من بني آدم، فهذا هو معنى العموم، وهو لفظ واحد دل على أفراد متعددة فيسمى عاماً. قال: هذا هو المختار عند أصحابنا، يعني عند كثير من الحنابلة، وإلا فتعريف العام طول فيه الأصوليون كثيراً. ثم قال: واحترزنا، شروع في شرح التعريف، فقال: واحترزنا باللفظ عن غير اللفظ من إشارة ونحوها، لأن العام من عوارض الألفاظ حقيقة، يعني من الأحوال والصفات التي تعرض لللفظ العربي، هذا معنى من عوارض الألفاظ، فيوصف به فيقال لفظ عام. ومن ثم فالإشارة ليست لفظا، فلو فرض أن الإشارة دلت على العموم فإنها لا تكون من قبيل العام المصطلح عليه. نعم، يفهم العموم من الإشارة، لكن لا تسمى الإشارة عامة. يعني لو أشار بيده، يعني مثلا الغلام يقول لسيده: أكرم من الناس، فأشار بيده يعني الكل. الآن باليد فهم المخاطب أن المراد يجب إكرام الكل، لكن الإشارة لا تسمى عاما من حيث الاصطلاح. ثم قال: وبالدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله عن، يعني احتراز عن الدال على بعضها تعيينا أو غير تعيين، تعيينا كالخاص أو غير تعيين كالمطلق. إذن قوله في التعريف الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله احتراز عن شيئين، يعني عن مصطلحين آخرين، وهما الخاص والمطلق.
أما الخاص فلأنه لفظ دال على بعض أجزاء الماهية وليس كلها، وبهذا يفارق الخاص العام. فإن قوله أكرم زيدا ليس مثل أكرم الرجال، أكرم زيدا يدل على اختصاص الإكرام بهذا الرجل المسمى بزيد فيسمى خاصا، أما أكرم الرجال فإنه يتناول زيدا وعمرا وسعدا وسعيدا إلى آخرهم، فهذا الفرق بين الخاص والعام. قال أو غير تعيين، يعني احتراز عن اللفظ الدال على فرد غير معين من أفراد الماهية. وقوله تعالى فتحرير رقبة، الرقبة بمعنى العبد، فمعنى الآية الكريمة أعتق عبدا، حرر عبدا يعني أعتقه. فقوله رقبة نكر في سياق الإثبات فلا تفيد العموم الذي يعطيه اللفظ العام وهو تناول الحكم لجميع الأفراد بحيث لا يخرج فرد، لا، إنما يدل على فرد واحد، إلا أن هذا الفرد غير معين. وتحرير الرقبة يعني أعتق عبدا، فيصدق بالعبد الذي اسمه زيد أو العبد الذي اسمه عمر أو العبد الذي اسمه سعد إلى آخره، ويكفيه في الامتثال، يعني يكفي المخاطب في الخروج من عهدة التكليف أن يعتق أي عبد، أي عبد كان إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعا. قال والخاص بخلافه، الخاص هو ضد العام فهو بخلافه لا شك. ثم عرفه فقال وهو اللفظ الدال على بعض أجزاء الماهية، اللفظ الدال على بعض أجزاء الماهية مثل قولنا زيد كما قلنا، إلا أن الخاص قد يكون خاصاً بالحقيقة وخاصاً بالإضافة كما سوف يأتي في الفقرة التي تلي هذه. نعم تفضل يا زيد. وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالشيء ويسمى العام، ويسمى العام المطلق، وإلى ما لا أخص منه كزيد، والمراد كل الأعلام التي تدل على فرد، وإلى ما بينهما كالموجود، فإن لفظة شيء تدل على الموجود والمعدوم، ولفظة زيد تدل على فرد فقط، فالموجود درجة متوسطة بينهما لأنه لا يدخل فيها المعدوم وتدل على كل موجود. وهو أي العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، قاله أصحابنا وغيرهم. وأما في المعاني ففيه ثلاثة أقوال، الصحيح كذلك. أحسنت. سبق أن قلنا إن الخاص هو اللفظ الدال على بعض أجزاء الماهية، وقولنا بعض يصدق بالواحد وبالمتعدد، لكن القيد في ذلك الذي يجعل هذا اللفظ خاصاً هو الحصر. فالواحد مثل كما قلنا زيد مثلاً أو عمر مثلاً، أكرم عمراً، والدال على متعدد لكن مع الحصر ألفاظ العقود مثلا كالعشرة، فلو قال لغلامه تصدق بعشرة دراهم فهل له أن يتصدق بجميع مال سيده؟ لا. لما؟ لوجود الخاص وهو كلمة عشرة، وعشرة ما تدل على فرد واحد بل تدل على هذا العدد، إلا أنه من قبيل الخاص لأنها تدل على محصور، على أفراد محصورة. هذا الخاص الحقيقي يعني الأصل في الخاص، إلا أن الخاص قد يكون خاصا من جهة الإضافة، وإلا فهو في نفسه عام، فأشار إلى ذلك بقوله وينقسم اللفظ إلى ما هو إلى ما لا أعم منه كالشيء. ينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه، يعني إلى لفظ
لا يوجد لفظ أعم منه، هو أعلى الألفاظ في تناول الأفراد، في عدد الأفراد الداخلة تحت مسمى اللفظ. مثل كلمة شيء، فإن كلمة شيء يطلقها بعض الأصوليين وليس كلهم على المعدوم والموجود، فتكون أعم العمومات. لا يوجد هناك شيء أعم من كلمة شيء، لأنها تتناول الموجودات والمعدومات، كذا قيل. قال: ويسمى العام، ويسمى أي هذا القسم العام المطلق، العام الذي ليس هناك لفظ أعلى منه في العموم يسمى العام المطلق. ثم قال: وإلى، هذا شروع في القسم الثاني، وإلى ما لا أخص منه كزيد، هذا عكسه تماما، اللفظ الذي لا يوجد لفظ أخص منه في الدلالة على معناه. قال: كزيد، فلا يوجد تحت زيد أفراد لأنه هو فرد واحد فقط. ثم قال: والمراد كل الأعلام التي تدل على فرد. يقول: والمراد بهذا الأخير كل علم يدل على فرد، سواء كان زيدا أو عمرا أو بلدا من البلدان كمكة والمدينة وغير ذلك، كل ما لا تحته أفراد، ما ليس تحته أفراد. ثم قال: وإلى ما بينهما كالموجود، القسم الثالث، وهو العام الإضافي والخاص الإضافي، لأن اللفظ الواحد قد يوصف بالعموم والخصوص معا لكن من جهتين، وحينئذ إذا كان من جهتين فلا يصح أن يسمى عاما على الإطلاق ولا خاصا على الإطلاق، إنما يقال أعم وأخص، يعبر بأفعل، لكن يتسامح في هذا ويسمى عاما إذا لم يحتج إلى الإضافة، كما سوف يأتي إن شاء الله في الأمثلة. قال: كالموجود. ثم شرع في تفسير هذه الأمثلة فقال: فإن لفظة شيء، يعني في القسم الأول، تدل على الموجود والمعدوم، طبعا كذا قيل، وإلا فبعض العلماء يمنع أن يسمى المعدوم شيئا. قال: ولفظة زيد، يعني في القسم الثاني وهو الخاص المطلق، تدل على فرد فقط. قال: فالموجود، وهو القسم الثالث الذي بينهما، له عام مطلق ولا خاص مطلق، إنما هو عام وخاص بالإضافة، مثاله الموجود، كلمة موجود. قال: فالموجود درجة متوسطة بينهما. لما كان بينهما؟ قال: لأنه لا يدخل فيها، أي في هذه اللفظة وهي كلمة الموجود، لا يدخل فيها المعدوم، فإن المعدوم غير موجود، لا يصدق عليه أنه موجود، هذا نقيضه. ثم قال: وتدل على كل موجود، أي ولفظة الموجود تدل على كل شيء موجود، فيكون عاما من هذه الجهة. وأحسن من هذا أن يمثل يعني بكلمة مثلا الناس والصحابة وأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، فإن أبا بكر هو القسم رضي الله عنه، يعني هو مثال للقسم الثالث، عفوا القسم الثاني الذي ذكره المصنف، وهو الخاص الذي لا أخص منه. والناس هو عام من هذه الجهة، من جهة الخلق من بني آدم، فلا أعم منه من هذه الجهة. والصحابة بين بين، فإن كلمة الصحابة رضوان الله عليهم هو لفظ عام خاص، فكيف يقال عام خاص؟ فنقول كلمة الصحابة بالنسبة إلى الناس هي خاص، لكن بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه هي عام، لأن تعم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم رضي الله عنهم.
وبعض الأصوليين يقسم الخاص إلى خاص جنسي وخاص نوعي وخاص عيني، وهو قريب من هذه القسمة التي ذكرها المصنف، خاص جنسي وخاص نوعي وخاص عيني. فالخاص الجنسي كالصحابة رضوان الله عليهم، والنوعي كالأنصار رضي الله عنهم بالنسبة للصحابة، والخاص العيني كسعد بن معاذ رضي الله عنه. وفائدة هذا التقسيم أن ما كان أعم يتناول ما كان تحته، بمعنى أن العام الحقيقي أو الذي سميناه هنا خاصاً جنسياً يستلزم ما دونه ولا عكس، والنوعي يستلزم ما تحته وهو العيني ولا عكس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، هذا عام بالنسبة إلى النمر والأسد والذئب إلى آخره، فما تحته أنواع، ثم ما تحت هذه الأنواع أفراد وأعيان وأشخاص، يسمى فرداً وعيناً وشخصاً. فتحريم كل ذي ناب من السباع يعني تحريم أكل الأسود والنمور والذئاب إلى آخره، وتحريم هذه الأنواع يستلزم تحريم أعيانها، آحادها، أفرادها الموجودة، واضح؟ لكن لو قال نهى عن كل عن أكل الأسد مثلا أو الأسود، لا يستلزم تحريم أكل كل ذي ناب، واضح؟ طيب، ثم قال وهو أي العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. وقلنا في أول الدرس أن معنى عوارض الألفاظ يعني الحال التي يكون عليها اللفظ، ويصح وصفه يعني وصف اللفظ بتلك الحال، فيقال لفظ عام. فالعموم من عوارض الألفاظ، مما يعرض للألفاظ أن يكون عاماً أو خاصاً أو مطلقاً أو مقيداً أو مجملاً أو ظاهراً إلى آخره، هذه عوارض الألفاظ. ثم قال حقيقة، وهذا لا شك فيه عند كل من يقول بصيغ العموم، لا شك أن العموم من عوارض الألفاظ على سبيل الحقيقة. قال قاله أصحابنا وغيرهم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ثم قال وأما في المعاني ففيه ثلاثة أقوال، الصحيح كذلك. العموم هل هو من عوارض المعاني؟ يعني إذا استفدت المعنى من الكلام وكان هذا المعنى عاماً، فهل تصف المعنى الذي استفدته بالعموم فتقول معنى عام، كما تقول في ما قبله لفظ عام؟ هذا معنى المسألة. قال وأما المعاني ففيه ثلاثة أقوال، الصحيح كذلك. يعني الصحيح من الأقوال الثلاثة أن العموم من عوارض المعاني حقيقة، لأن المعنى يستفاد من اللفظ، فبين اللفظ والمعنى تلازم وارتباط، فإذا كان أحدهما حقيقة فالآخر كذلك. والعموم المعنى، العموم المعنوي له صور، منها أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يختص به من حيث اللفظ ويعمه ويعم غيره، يعني يتناوله ويتناول غيره صلى الله عليه وسلم من الأمة بطريق المعنى. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى عام، يتناول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وغيره من المسلمين في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. عموم المفهوم المخالف هو عموم معنوي لا عموم لفظي، مثل قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات،
أباح الله للحر الذي لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة أباح له نكاح الإماء، لكن قيده بقيد، وهو أن تكون الفتيات أي الإماء مؤمنات أي مسلمات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمفهومه المخالف أن غير المسلمات غير المؤمنات من الإماء لا يحل نكاحها للحر المسلم. ثم هذا المعنى الذي يعطيه اللفظ، هذا المعنى الذي استفدناه من اللفظ وسميناه مفهوم المخالفة، هو عام، لأنه يشمل حينئذ الإماء اليهوديات والإماء النصرانيات والإماء المجوسيات ونحو ذلك. عموم الحكم لعموم علته هو عموم معنوي، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي ويفصل في الخصومات وهو في حالة الغضب. الحكم هو المنع من القضاء، لكن العلة ليست الغضب، العلة ليست خصوص الغضب، وإنما العلة هي تشويش الفكر الذي يؤثر على العدل الواجب على القاضي، والغضب صورة منه. فالحكم، فالعلة هنا هي تشويش الفكر، تشويش العقل. وهل هذا هذه العلة عامة ولا خاصة بالغضب؟ عامة، وحينئذ يدخل في عمومها الجوعان جوعا شديدا، والظمآن ظمأ شديدا، ومن به جراحة يتألم منها، ومن به حزن شديد لفقد ولده أو تجارة له، أو به نعاس شديد أو فرح شديد جدا ونحو ذلك مما يشوش على الفكر. وكذلك عموم ترك الاستفصال، وعموم الأحوال في المطلق، وعموم الفعل، وعموم المعمول المحذوف، وعموم الفاعل المحذوف ونحو ذلك، كلها من صور العموم المعنوي. فإذا سمي الواحد منها عاما فعلى سبيل المجاز عند أصحاب المذهب الأول، وعلى سبيل الحقيقة عند أصحاب المذهب الثاني، يعني أحد الأقوال الثلاثة. الأقوال الثلاثة طبعا نحن ما فسرناها، أليس كذلك؟ لا. وقال وأما المعاني ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن لا يكون يعني المعنى من عوارض العموم، لا يكون من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازا. والثاني أنه يكون من عوارض الألفاظ مجازا لا حقيقة. والثالث أنه يكون من عوارض الألفاظ حقيقة، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى. قال وله أي العموم صيغة عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خلافا للأشعرية، وصيغته أي العموم أسماء الشروط والاستفهام، كمن في من يعقل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وما فيما لا يعقل. وفي الواضح لابن عقيل عن آخرين أن ما لهما أي لمن يعقل ومن لا يعقل في الخبر والاستفهام، وأين وحيث للمكان، أينما تكونوا يدرككم الموت، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومتى للزمان، متى نصر الله، وأي للكل من الزمان أي الساعتين، والمكان أي القريب، من يعقل أيهم أحصى، أي الحزبين أحصى. وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. فلو قال من قام منكم أو أيكم قام أو من أقمته أو أيكم أقمته فهو حر، فقاموا أو أقامهم عتقوا. قال في المحرر وعلى قياسه أي عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر، فضربهم عتقوا، كقوله أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي فهو حر، فضربوه عتقوا. أحسنت.
يقول المصنف رحمه الله: وله أي العموم صيغة تخصه عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى خلافا للأشاعرة. نعم، مذهب الأئمة الأربعة وغيره من علماء الأمة أو عامة العلماء أن للعموم صيغة تخصه، أي تدل عليه بخصوصه، فلا يفهم منها إلا العموم، لا يفهم غير العموم إلا بقرينة. هذا معنى صيغة تخصه، أي لفظ وضعته العرب للدلالة على هذا المعنى الخاص الذي هو العام، لأن للألفاظ معاني أخرى غير العموم، الخصوص والإطلاق وغير ذلك، فلا يحمل على غير العموم إلا بقرينة، فيكون العموم مستفاداً من اللفظ أولاً، ولا يستفاد غيره إلا بقرينة. هذا معنى صيغة تخصه، خلافاً للأشعرية لأنهم ينكرون الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال سبحانه وتعالى، ويقولون أن الكلام هو الكلام النفسي. قال: وصيغته، يعني وإذا تقرر أن للعام صيغة تخصه، فما هي هذه الصيغ؟ شرع في بيانها وأطال في ذكر هذه الصيغ، فقال: أسماء الشروط والاستفهام. بدأ بأسماء الشروط والاستفهام. اسم الشرط يعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني كل من يعمل. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فأسماء الشروط تعم. قال: والاستفهام، كمن في من يعقل، مثل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من إله غير الله، الأمثلة كثيرة. ثم قال: وما فيما لا يعقل، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وفي الواضح لابن عقيل عن آخرين أنما لهما، الضمير في لهما يرجع إلى الذي يعقل والذي لا يعقل، أي لمن يعقل ومن لا يعقل في الخبر والاستفهام. مثال ذلك في الاستفهام: تقول: ما عندكم، وأنت تستفهم، وحينئذ يصح في الجواب أن تجيب بمن يعقل أو بمن لا يعقل. إما أن تقول: عندنا زيد، لمن قال ما عندكم، وإما أن تقول: عندنا فرس، فإن هذا يصح. ومثال الخبر حين تقول: ما عندنا أحسن مما عندكم، فإنه يصح أن تحمل اللفظ على أن ما عندنا مثلاً من بهيمة الأنعام أو من الخيل ونحوها، هذا لا يعقل. أو تقول: يعني ما عندنا، تقصد ما عندنا من العبيد والإماء، أو ما عندنا من الأولاد مثلاً، فيصح أن تحمله على من يعقل ومن لا يعقل. وأمثلتها، يعني من أمثلتها أيضاً في الاستفهام: ما تعبدون من بعدي، فإنه عام في السؤال. وفي الخبر، هذا بالاستفهام، وفي الخبر: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم قال: وأين وحيث للمكان، أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في كل مكان تكونون فيه يأتيكم الموت. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني في كل مكان يجب أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. ثم قال: ومتى للزمان، سواء أيضا في الاستفهام أو في الشرط، يعني شرطية كانت أو استفهامية، متى نصر الله، هذا عام، سؤال عن كل وقت. ومثال الشرطية: قول القائل: متى تقم أقم، أو قول الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي،
متى تأتيه تعشو أي تقصد، يعني في كل وقت تقصده وتأتي تجد عندها خير نار، خير طعام يعني، وخير شخص يوقد النار. قال: وأي للكل، أي للكل، يعني سواء كانت استفهامية أو شرطية أو كانت موصولة تفيد هي دائما العموم، سواء كانت معربة أو مبنية في كل أحوالها أي المشددة هذه تفيد العموم، لكن العبارة بعد قوله للكل فيها شيء من الاضطراب، عبارة مشوشة في قوله: من الزمان أي الساعتين والمكان أي القريب من يعقل أيهم أحصى، ثم قال: تلا أي الحزبين أحصى. فالعبارة يعني تحوج الرجوع إلى المخطوطات لمعرفة مقصود المصنف، يعني ما هي عبارة المصنف، وإلا المعنى معروف، المقصود يعني هنا من كلام الأصوليين واضح، لأن أي تعم الزمان مثل إيش؟ أي ساعة تأتيني أكرمك، يعني في كل ساعة. وكذلك المكان، لو قلت في أي بلد تسكن أسكن، يعم كل بلاد. وتكون للعاقل: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هذا في العاقل. وفي غير العاقل: أي الكتب أنفع، يعني أي في كل أحوالها تفيد العموم على بعض خلاف ذكره بعض الأصوليين في بعض أحوالها وليس في كل أحوالها. ثم قال: وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما، من وأي إذا أضيفت إلى الشخص فإنها تعم ضميرهما سواء كان فاعلا أو مفعولا، ولا يراد بالإضافة خصوص الإضافة النحوية، إنما المراد المعنى اللغوي في الإضافة، الإسناد، إسناد شيء إلى شيء. ثم مثل له المصنف رحمه الله فقال: فلو قال القائل: من قام منكم، هذا مثال للشرطية، مثال لمن الشرطية، أيكم قام، أيضا الشرطية لأن الجواب سوف يأتي بعد ذلك، والمقصود من قام منكم فهو حر، أيكم قام فهو حر، هذه الشرطية، شرطية في الموضعين، في من يعني وأي، والمراد هنا الفاعل لأنه قال فاعلا كان أو مفعولا. ثم مثل للمفعول بقوله: من أقمته فهو حر، أيكم أقمته فهو حر، هذا مثال ليش؟ لمن وأي الشرطيتين المضافتين إلى الشخص، ويعم ضميرهما الذي هو هنا مفعول، فمثل بمثالين للفاعل والسلام، ومثل بمثالين للمفعول. ولهذا قال في آخر الكلام: فقاموا أو أقامهم، فقاموا هم الفاعلين، هم الفاعلون، أقامهم يعني صاروا مفعولين، فيعم، يعم كل من قام ويعم كل من أقامهم وأخرجهم، يعني أوقفهم يعني. ثم قال في معناه أيضا، قال في المحرر مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: وعلى قياسه، يعني على قياس الضرب، يقاس الضرب على القيام، يعني يقاس على القيام ما هو في معناه كالضرب مثلا، فقال: أي عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر، فضربهم يعني جميعا، عتقوا جميعا، كقوله: أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي فهو حر، فضربوه كلهم فإنهم يعتقون، مثل أيضا للفاعل وللمفعول، للفاعلين وللمفعولين. ثم قال المصنف رحمه الله: والموصولات. نعم، والموصولات أي تعم والجموع المعرفة تعريف جنس، كذلك اختاره الأكثر فيهما. وقيل: لا تعم، أي الموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس،
وقيل يعم الثاني فقط، والجموع المضافة أي تعم، مثل عبيد زيد ونساء عمرو، وأسماء التأكيد مثل كل وأجمعين، واسم الجنس المعرف تعريف جنس. ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده بالهاء كتمرة وتمر، لأنه ليس بجمع وأنه قول الأكثر. أحسنت. يقول: والموصولات، يعني ومن صيغ العموم الأسماء الموصولة عموما في كل أحوالها، يعني سواء كان اسم الموصول سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أو مثنى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أو جمع أو كان جمعا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فإذن اسم الموصول مفردا أو مثنى أو جمعا يفيد العموم عند الأصوليين، أما النحاة عندهم كلام طويل في هذا. قال: والجموع المعرفة تعريف جنس. اسم الجنس هو ما لا واحد له من لفظه كما ذكر المصنف رحمه الله، يعني اللفظ معناه معنى الجمع، لكن إذا أردنا أن نستخرج مفردا من نفس اللفظ فما نستطيع، ليس هذا موجودا في لغة العرب. فكلمة الناس هي جمع في المعنى، يعني دالة على أفراد، إلا أنه لا واحد له من لفظه. أيضا كلمة القوم، الرهط، الركب، القبيلة إلى آخره، فهذه تفيد العموم. ولله على الناس حج البيت. قال: اختاره الأكثر فيهما. وقيل لا تعم، يعني قال بعضهم أن الجموع المعرفة تعريف جنس لا تعم، وهو قول شاذ ذهب إليه بعض المعتزلة فقط. ثم قال: أي الموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس، يعني ذهب قوم من المعتزلة إلى أن الجمع المعرف بأل الجنسية أو اسم الموصول لا يفيد العموم. ثم قال: وقيل يعم الثاني فقط، يعني أن اسم الجنس المحلى بأل إذا كان جمعاً في المعنى فإنه يعم كالقوم دون الأول وهو الاسم الموصول، وهذا القول الثاني. والثالث أيضا مذهب شاذ ذهب إليه بعض المتكلمين. ثم قال: والجموع المضافة تعم، مثل عبيد زيد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الشاهد في قوله أولادكم فإنه جمع مضاف للمعرفة وهو الضمير. ثم قال: وأسماء التوكيد مثل كل وجميع وأجمع ونحوها من ألفاظ التأكيد، كل من عليها فان. قال: واسم الجنس المعرف تعريف جنس. اسم الجنس ينقسم قسمين: اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي. اسم الجنس الجمعي يتناول اثنين فأكثر، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء، هذا يسمونه اسم الجنس الجمعي. إذن اسم الجنس الجمعي ما تناول اثنين فأكثر وفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء. التاء مثل تمر وتمرة، ونحل ونحلة، وشجر وشجرة. والياء مثل عربي وعرب، رومي وروم، الروم. يفرق بينه وبين واحده بالياء أو بالتاء، ويسمى اسم الجنس الجمعي. أما اسم الجنس الإفرادي فهو ما يصدق على القليل والكثير، لفظ استعملته العرب في القليل والكثير. فالماء مثلاً يطلق على القليل جداً وحتى الكثير جداً يسمى ماءً، والزيت
والتراب والذهب والنحاس وغير ذلك من والفضة، كلها أسماء أجناس إفرادية لأنها تدل على القليل والكثير، وهي تفيد العموم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. ثم قال المصنف رحمه الله: ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده بالهاء، ولو قال بالتاء كان أحسن، التاء المربوطة، لكن لا بأس تسمى هاء من جهة أن الوقوف عليها يكون بالهاء. قال: ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده بالهاء كتمرة وتمر، لأنه ليس بجمع وإنه قول الأكثر، هكذا يقول، لعل في العبارة الأخيرة يعني فيها شك أن فيها تحريفا، وفيها شك من جهة نسبتها للأكثر. قال في تعليله: لأنه ليس بجمع، يعني أن كلمة تمر لا تفيد العموم من جهة أنها ليست بجمع في الحقيقة، ومن ثم فليس لها أفراد، هكذا قيل. فلو قال السيد لغلامه: كل التمر، لم يجب عليه أن يأكل جميع التمر، بل يكفيه البعض، هكذا قيل. لكن هل هذا صحيح؟ هو ليس بجمع من حيث الاصطلاح، لكن أليس اسم جنس دال على الجمع؟ يعني أليس معناه معنى الجمع؟ وأليس له أفراد وأحاد؟ له أو لا؟ له أحاد وأفراد، فهو جمع من جهة المعنى، وإن لم يكن جمعا من جهة اللفظ. فالصحيح ما ذكره أولا، المذهب الذي ذكره أولا. نعم، تفضل يا شيخ. قال: وعند الأكثر من أصحابنا وغيرهم يعم الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق بتنكير، مثل الطلاق والرجل، وقيل لا يعم إلا بقرينة. والمفرد المضاف مثل عبدي وغلامي وعبد زيد يعم عند أحمد وأصحابه، وهو قول مالك خلافا للحنفية والشافعية. والنكرة المنفية نحو ما عندي رجل تعم على الأصح. والنكرة في سياق الشرط مثل أي رجل دخل داري فأكرمه تعم، ذكره أبو البركات وإمام الحرمين، وذكر الشيخ في المغني ما يقتضي خلافه. قال أبو العباس: وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر. وفي الجمع المنكر. نعم، أحسنت. يقول: وعند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، يعني أكثر الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، يعم الاسم المفرد المحلى بالألف واللام. المفرد المحلى بأل يفيد العموم، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فكلمة الكافر مفرد، وهو محلى بأل التي ليست للعهد، وحينئذ يفيد العموم، فالمعنى أن هذا اللفظ يقوله يوم القيامة كل كافر. ثم استثنى من ذلك فقال: إذا لم يسبق بتنكير. فإذا سبق بتنكير فإنه لا يفيد العموم، لأن أل حينئذ في المفرد سوف تكون أل العهدية وتختص بمن ذكر، فلا يفيد العموم، مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لاحظوا التنكير، رسولا، فعصى فرعون الرسول. فالرسول مفرد وحلي بأل، فلا يفيد العموم، ليس معنى أن فرعون كذب وعصى كل الرسل، وإنما المراد موسى عليه السلام.
بدليل أنه سبق بالنكرة في قوله رسولا. قال: مثل الطلاق والرجل يمثل لهذا القسم، وهو المفرد المحلى بأل، والرجل صحيح، المثال فيه صحيح، لكن كلمة الطلاق فيها شك في صحتها، لأن بعضهم لا يمثل بها للمفرد المحلى بأل بل الاسم الجنس. ثم قال: وقيل لا يعم إلا بقرينة. ذهب بعض الشافعية وبعض المتكلمين إلى أن المفرد المحلى بأل التي لغير العهد لا يفيد العموم إلا إذا احتفت به قرينة، إلا إذا وجدت قرينة، إما من نفس السياق وإما من دليل خارجي، وهو مذهب يعني ضعيف يخالف مذهب عامة العلماء. فإن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، يدل على قطع كل سارق، الزانية والزاني فاجلدوا، يعم كل زان وكل زانية، وهكذا من الأمثلة الكثيرة الدالة على أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم بنفسه. ثم قال: والمفرد المضاف مثل عبدي وغلامي وعبد زيد يعم عند أحمد وأصحابه، وهو قول مالك. الآن الكلام في صيغة جديدة من صيغ العموم، وهو المفرد المضاف للمعرفة مثل عبدي وغلامي وعبد زيد وغلام زيد، هل يعم؟ إذا قال عبدي هل المراد كل عبد له أو المراد فرد واحد من عبيده؟ فيه خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله، فيه قولان. القول الأول مذهب أحمد وأصحابه، يعني مذهب الحنابلة ومذهب مالك رحمهم الله جميعا، أنه يفيد العموم. فإذا قال عبدي حر عتق جميع عبيده إلا أن يريد شيئا آخر خاصا، فهذا شيء آخر. قال: خلافا للحنفية والشافعية، هذا المذهب الثاني في المسألة، أن المفرد المضاف إلى المعرفة لا يعم، لا يعم، ونسبه المصنف رحمه الله تقليدا لغيره للحنفية والشافعية، وفي النسبتين نظر، لأن أكثر الشافعية موافقون للحنابلة والمالكية في أن المفرد المضاف للمعرفة يفيد العموم، وأما الحنفية فكلامهم صريح فقها وأصولا على أن المفرد المضاف يفيد العموم. وقد ذكر ابن نجيم رحمه الله، ذكر هذا في الأشباه والنظائر، وقال: قاعدة المفرد المضاف يعم، صرح بهذا. وقال: ذكره أصحابنا عند استدلالهم على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. من يستخرج للآية المشهورة التي فيها مفرد مضاف إلى المعرفة وأفاد العموم؟ من يعرف؟ أي شيخ؟ ما أسمع. لا، أعيد السؤال. يقول: ذكره أصحابنا عند الاستدلال على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، الآية المشهورة التي يستدل بها الأصوليون على أن الأمر المطلق للوجوب وفيه شاهد للمفرد المضاف للمعرفة، ما هو؟ أي أحسنت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أين الشاهد؟ أمره، أمر مفرد ولا جمع؟ مفرد، وقد أضيف للمعرفة وهو الضمير. قال ابن جيب: فالمعنى يخالفون جميع أوامر الله سبحانه وتعالى. وأما في الفقه فقد ذكر ابن الهمام في فتح القدير أن من قال: ثلث مالي، يعني يوصي الآن، ثلث مالي لولد زيد، أين الشاهد؟ ولد زيد، ولد مفرد وأضيف إلى المعرفة وهو زيد. قال: فإن الوصية تستحق لمن؟ لجميع أولاد زيد ذكورا وإناثا.
ثم قال المصنف رحمه الله: والنكرة المنفية. هذا قرأت هذا؟ نعم. قال: والنكرة المنفية نحو ما عندي رجل تعم على الأصح. النكرة المنفية من أشهر صيغ العموم ومن أقواها وأشهر أمثلتها هو أعظم كلمة يقولها الإنسان وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فلا شك أنها تفيد العموم. ثم قال: على الأصح، إشارة إلى وجود خلاف في المسألة، وهو كذلك إلا أنه خلاف شاذ. فذهب بعضهم إلى أن النكرة لا تعم، النكرة يعني في سياق النفي، يعني النكرة المنفية لا تفيد العموم إلا إذا اتصلت بمن، إذا اتصلت بمن، وما من إله إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، من تدخل عليها من الجارة، هذا مذهب. ومذهب آخر أيضا شاذ مثله، وهو قالوا أن النكرة لا تفيد العموم إلا إذا اتصلت بها أداة النفي، يعني باشرتها لا أو ما أو ليس نحو ذلك من أدوات النفي، فأما إذا فارقتها فلا تفيد العموم. وحجتهما، أعني القولين الأخيرين، أنه إذا لم تدخل عليها من أو لم تتصل بها أداة النفي فإنها تحتمل نفي الوحدة، تحتمل نفي الوحدة. فإذا قلت ليس في الدار رجل، فإنه يحتمل أنه يقصد ليس في الدار رجل واحد بل رجلان أو رجال، فأنت تنفي الوحدة وليس تنفي الرجال كلهم. وكذلك إذا لم يتصل بها من، لو قلت لا رجل في الدار يعني بل رجلا، فمن أين العموم؟ هكذا قالوا. والصحيح مذهب عامة العلماء أن النكرة تفيد العموم، النكرة المنفية تفيد العموم في جميع أحوالها، اتصلت بها أداة النفي أو لم تتصل بها فكانت في السياق، دخلت عليها من أو لم تدخل عليها من. ألا ترون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يوجد من ولم تتصل، يعني لم توجد من هنا. وفي أمثلة أخرى تجد كثيرا من النكرات تأتي غير متصلة بحرف النفي ومع ذلك تفيد العموم. ثم قال: والنكرة في سياق الشرط مثل أي رجل دخل داري فأكرمه. هذه أي، عفوا، النكرة في سياق الشرط مثل أي رجل، الشاهد في قوله رجل، دخل داري فأكرمه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني كل أحد من المشركين استجارك. قال: ذكره أبو البركات وإمام الحرمين، وهو مذهب الأكثري، مذهب أكثر العلماء على أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، لأن الشرط في معنى النفي. ثم قال: وذكر الشيخ في المغني ما يقتضي خلافه. ذكر الشيخ، المراد بالشيخ كما لا يخفاكم عند الحنابلة هو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. ذكر في المغني، وهو كتاب معروف في الفقه، ما يقتضي خلاف هذا المذهب، وذلك أن ابن قدامة رحمه الله ذكر في مسألة الحجر على اليتيم، إذا حجر على ماله متى يعطيه وصيه المال؟ إذا آنس فيه رشدا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقال ابن قدامة: إن الرشد هو الرشد في العقل لا في الدين والعقل معا، يكفي الرشد في العقل أن يحسن التصرف في البيع والشراء ونحوهما، لا الرشد في الدين. لماذا؟ قال: لأن رشدا هذه نكرة في سياق الشرط،
فإن آنستم منهم رشدا. هذه أداة شرط. لكن الإشكال يعني هذا الكلام صحيح ما ذكره المصنف يؤخذ منه لولا أن ابن قدامة رحمه الله قال إن كلمة رشدا نكرة في إثبات، يعني فلا تفيد العموم إنما تفيد الإطلاق، والمطلق يصدق بالصورة الواحدة. فهو إذن يرى أن كلمة رشدا نكرة في إثبات، ويدل هذا على أن مذهبه أن الشرط ليس في معنى النفي، الشرط ليس في معنى النفي فيكون إثباتا لا نفيا. قال: وقال أبو العباس، يعني تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهل تفيد العموم لفظا؟ هل تفيد الضمير يرجع إلى النكرة في سياق الشرط عمومها، يقول هل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل؟ بطريق التعليل يعني بطريق المعنى، يعني عمومها لفظي أو معنوي، هذا معنى كلامه. قال: فيه نظر، يعني هو محل بحث، يعني كلمة نظر ليس معناها فقط هو الاستعمال العرفي لكلمة فيه نظر بمعنى تضعيف، تقول مثلا القول الأول فيه نظر، لكن الحقيقة أن كثيرا من العلماء يستعمل كلمة فيه نظر بأن المقصود أنه محل تأمل وتوقف يحوجنا إلى نظر في المسألة ومزيد استقصاء، وليس المراد فقط يعني التضعيف، يقول هو محل بحث، فهو يشير إلى التوقف، يعني هو متوقف في المسألة. فحينئذ نقول النكرة في سياق الشرط إما أنها تفيد العموم من جهة اللفظ فيجعل الشرط في مقام النفي، هذا معنى العموم اللفظي، وإما أن تقول إن النكرة في سياق الشرط عمومها معنوي فيكون تكون سياق الشرط هو سياق إثبات، وإنما عم الحكم من جهة المعنى لعموم علته الذي ذكرناه في أول الكلام، لأن العلة إذا عمت عم الحكم، هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم، تفضل يا شيخ. قال: وفي الجمع المنكر خلاف، الأكثر أنه ليس بعام خلافا للجبائي وبعض الحنفية والشافعية، وذكره أبو الخطاب في التمهيد وجها لنا كذلك، وذكره ابن عقيل والحلواني رواية عن أحمد، وأقل الجمع ثلاثة اختاره الأكثر والمراد حقيقة، وقيل اثنان اختاره بعض المالكية وبعض الشافعية وابن داود والنحاة، وعلى الأول هو في الاثنين مجاز. أحسنت. يقول: وفي الجمع المنكر خلاف، خلاف يعني في عمومه الجمع المنكر، أما الجمع المعرف فإنه يفيد العموم، فالمراد هنا الجمع المنكر، وأيضا بقيد آخر وهو أن يكون في سياق الإثبات لا في سياق النفي. فمعنى الكلام أن الجمع المنكر في سياق الإثبات هل يفيد العموم أو لا خلاف ذكره المصنف رحمه الله، ونسب للأكثرين أنه ليس بعام. فلو قال لوكيله أعتق عبيدا لي، فهل له أن يعتق جميع عبيده أو يعتق أقل الجمع أو لا؟ فإن قلنا إن الجمع المنكر في سياق الإثبات يفيد العموم صح للوكيل أن يعتق جميع عبيده، وإن كان قلنا إذا صح ماذا؟ إذا قلنا إن الجمع المنكر في سياق الإثبات يفيد العموم جاز للوكيل أن يعتق جميع عبيده، وإن قلنا لا يفيد العموم، فما معنى هذا المذهب؟ معناه يحمل الجمع المنكر على أقل الجمع، فليس له إلا أن يعتق اثنين أو ثلاثة، ليس للتخيير، أو هذه ليست للتخيير، وإنما ينبني هذا على ما هو أقل الجمع، هل أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة؟
مسألة، ولهذا ذكرها المصنف رحمه الله عقب هذه المسألة لصلتها بها. وضحت المسألة الآن؟ قال: خلافاً للجباء وبعض الحنفية والشافعية، وليته قال وبعض الشافعية ليزيل الإيهام، لأن هذا قول بعض الشافعية لا كله. ثم قال: وذكره أبو الخطاب في التمهيد وجها لنا كذلك، وذكره ابن عقيل والحلواني رواية عن أحمد. يعني مذهب الأكثرين أن الجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم، بل يحمل على أقل الجمع. والمذهب الثاني هو مذهب الجباء من المعتزلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. ثم هذا القول عند الحنابلة إما أنه وجه وإما أنه رواية، والفرق بين الوجه والرواية أن الوجه يكون عن الأصحاب، وأما الرواية فعن الإمام، إمام المذهب. ثم قال: وأقل الجمع ثلاثة اختاره الأكثر، والمراد حقيقة. هذا المذهب الأول. أقل الجمع ما هو؟ المذهب الأول أنه ثلاثة، وهو مذهب أكثر العلماء. يعني لماذا أقل الجمع ثلاثة؟ قالوا: لأن المثنى لا يوصف بوصف الجمع، فلا يقال الرجلان قاموا ولا المرأتان قمنا، ما يقال هذا، إنما يقال الرجلان قاما والمرأتان قامتا، فلا يوصف بوصف الجمع، دل على أن الاثنين ليست جمعا. إلا أن المصنف رحمه الله قال بعد ذلك: والمراد حقيقة. هذا كالاحتراز، يعني كأنه يقول إن أصحاب المذهب الأول لا يمنعون حمل اللفظ الجمع على اثنين، بل يصححون ذلك، إلا أنهم يقولونه على سبيل المجاز. وإذا كان على سبيل المجاز فلا بد من شرطه، وشرط المجاز وجود القرينة، فبدون القرينة لا يحمل اللفظ إلا على حقيقته، وهو الثلاثة. ثم قال: وقيل اثنان، يعني حقيقة. نفس الكلام سوف يرد فيه: وقيل اثنان يعني حقيقة. هذا هو المذهب الثاني، اختاره بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية، وهو مذهب أبي بكر ابن داود الظاهري، وهو المراد بقوله ابن داود، هو أبو بكر ابن داود الظاهري. والنحاة، وليته قال بعض النحاة، لأن هذا ليس مذهب كل النحاة، وإن اختاره جماعة من أكابر النحاة كالخليل وسيبويه والمبرد وعلي بن عيسى وجماعة آخرين. ثم ذكر الثمرة للخلاف فقال: وعلى الأول هو في الاثنين مجاز. يعني كأنه يقول إنه إذا ورد معنا لفظ الجمع المنكر في سياق الإثبات نحمله على اثنين عند أصحاب المذهب الثاني، وعلى ثلاثة عند أصحاب المذهب الأول، فلا يصح حمله على اثنين عند أصحاب المذهب الأول إلا بقرينة. ومن ثم، فمن ثمرة الخلاف ما لو قالت المرأة: والله لا أكلم رجالا، مثلا بعضهم مثل بهذا، أو قالت أكلم، والله أكلم رجالا، عشان يكون السياق سياق إثبات. فعند أصحاب المذهب لو كلمت اثنين، فعند أصحاب المذهب الثاني تحنث، وعند أصحاب المذهب الأول لا تحنث، لأن كلمة رجال جمع منكر فلا يحمل إلا على ثلاثة فأكثر. نعم. ثم قال: قال: والعام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي وابن عقيل وغيرهما، وقيل مجاز اختاره أبو الخطاب وغيره. والعام بعد التخصيص بمبين حجة اختاره الأكثر، وقيل ليس بحجة اختاره بعض أصحابنا. والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي وغيره، وفهم الآمدي وغيره الإطلاق. أحسنت. نعم. يقول: والعام بعد التخصيص حقيقة. العام، اللفظ العام قبل أن يخصص
هو حقيقة في الدلالة على أفراده. لماذا حقيقة؟ بالاتفاق بالإجماع، لأنه لفظ استعمل فيما وضعته له العرب، والعرب إنما وضعت اللفظ العام للاستغراق وليس للبعضية، هذا حقيقة مدلول العام. لكن الإشكال فيما إذا خص العام فصار دالاً بعد التخصيص على بعض أفراده، فهل يبقى حقيقة في الدلالة على بقية الأفراد؟ مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة عام فيتناول كل ميتة، ثم خرج من عمومه السمك والجراد وحلت لنا ميتتان، فبقي العام دالاً على بقية الأفراد، فهل دلالته على تحريم أكل ميتة الغنم وميتة الإبل إلى آخره بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟ وسبب الحيرة بين العلماء هو أن اللفظ الآن عُدِل به عن أصل معناه، فإن لفظ العام الأصل كما قلنا فيه حقيقته، أي المعنى الذي وضعته له العرب هو استغراق كل الأفراد، وبعد التخصيص إنما صار يدل على بعض الأفراد، فهل يقال حقيقة أو يقال مجاز؟ قال: عند القاضي وابن عقيل وغيرهما. نعم، هو مذهب أكثر الحنابلة، ليس ابن عقيل والقاضي أبي يعلى فقط، بل هو قول أكثر الحنابلة، وهو قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، يعني هو قول أكثر العلماء أنه يبقى حقيقة في الدلالة على بقية الأفراد. وقيل مجاز، هذا المذهب الثاني ذهب إليه كثير من الحنفية، وذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية، فالخلاف قوي في المسألة. قال: اختاره أبو الخطاب وغيره. حجة الفريق الثاني قد علمتموها، من أن اللفظ العام بعد التخصيص صار يدل على بعض الأفراد وليس على كل الأفراد. وأما الأولون فقالوا التخصيص ليس كالنسخ، التخصيص بيان، أما النسخ فإلغاء. بيان ماذا؟ قالوا: بيان أن الأفراد المخرجة لم تكن مرادة للشارع، يعني من حين جاء النص العام ما كان الله سبحانه وتعالى يريد بالميتة ميتة السمك والجراد، إنما يريد غيرها، وحينئذ اللفظ دل على كل الأفراد، لأنه استبان بالتخصيص أن هذه الأفراد أصلاً ليست داخلة، فاللفظ دل على كل أفراده التي يريدها الشارع. نعم. قال: وطبعاً المسألة هذه ليس لها ثمرة، ليس لها كبير ثمرة وفائدة في الفروع الفقهية. قال: والعام بعد التخصيص بمبين حجة. هذه مسألة جديدة. يقول: العام هل يبقى حجة بعد التخصيص؟ هل يصح بعد تخصيص اللفظ العام أن نستدل به على بقية الأفراد، أو يسقط عمومه بالكلية؟ مسألة فيها خلاف شاذ ذكره الأصوليون، إلا أن المصنف قيد اللقب المسألة بقوله بمبين، إشارة إلى صورة النزاع واحترازاً عن صورة لا تدخل في محل النزاع، وذلك أنه إذا خص العام بمبهم أي بأفراد مجهولة فإنه يكون مجملاً، يجعل العام مجملاً، يعني ينسحب الانبهام من الخاص إلى العام فيصير مجملاً فيتوقف بالعمل به إلى حين البيان. مثل لو قال: بع دوابي إلا بعضها، أو تصدق بأموالي إلا بعضا منها، أو أعتق عبيدي إلا رجلا منهم. الاستثناء هنا بمجهول أو بمعين؟ بمجهول، فيقول السامع: ما هي الأفراد التي ما أراد هذا المتكلم دخولها في اللفظ العام، وما الأفراد التي أراد إبقاءها في اللفظ العام؟ لا يدري، وحينئذ كيف يمتثل؟ ما يدري كيف يمتثل، لأن اللفظ صار كالمجمل.
فقال المصنف رحمه الله: والعام بعد التخصيص بمبين حجة، يعني كما ذكرنا في الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة ثم خرجت ميتة السمك والجراد، وهما مبينان لأنها ألقاب معروفة على أشياء معروفة. قال: اختاره الأكثر. نعم، هو قول عامة العلماء، أكثر العلماء يعني. وقيل شروع في المذهب الثاني، وقيل ليس بحجة، يعني تسقط حجية العام إذا خصص، وتبحث في المسألة عن دليل آخر، أو تبحث عن شيء يدل على أنه بقي حجة فيما بقي من الأفراد، قرينة تدل على أنه لا يزال حجة في بقية الأفراد. قال: اختاره بعض أصحابنا، واختاره كثير من المعتزلة وبعض الحنفية، وحكي عن أبي ثور، وما أظن النسبة إليه تصح. ثم قال: والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق، يعني إذا جاء التخصيص بمعين وكان المخصص استثناء فإنه يبقى اللفظ العام المستثنى منه يبقى حجة في بقية الأفراد بالإجماع. فلو قال له: علي عشرة إلا ثلاثة، هل تلزمه سبعة ولا تسقط حجية اللفظ؟ لا، تلزمه السبعة، ما تسقط حجية اللفظ، لأن الاستثناء هنا بمعلوم، وأيضا وقع بالاستثناء، تخصيص وقع بالاستثناء وهو إلا. والأصوليون يمثلون بالعشرة، مع أن ذكرنا في أول الكلام أنها من قبيل الخاص، لأنهم يقولون هي في معنى العام من حيث أن لها أفرادا، وإلا هي في الحقيقة اللفظ العشرة والعشرين والثلاثين هي من قبيل الخاص، لكن لما جاز دخول التخصيص فيها صارت في معنى العام من هذه الجهة، وإلا فهي في الحقيقة من حيث حقيقتها من قبيل الخاص. قال: ذكره القاضي وغيره. نعم، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره من الأصوليين. ثم قال: وفهم الآمدي وغيره الإطلاق، يعني الإطلاق في المسألة، يعني فهم سيف الدين الآمدي رحمه الله أن الخلاف يجري في كل الصور حتى التخصيص بالاستثناء، هل يبقى المخصص المستثنى منه حجة في بقية الأفراد أو تسقط حجيته. نعم، أظن وقفنا إلى هنا، ليس كذلك؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد وأصحابه والحنفية. فالعام على سبب خاص لا بسؤال، كقوله عليه السلام: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. اللفظ عام وسببه خاص في وصية الأشعث بن قيس حين اختصم هو وصاحبه، وبسؤال قول عائشة للنبي النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان فلان حيا عمها من الرضاعة دخل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقيل عكسه، أي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وروي عن أحمد. وقال بعض أصحابنا: وللمالكية والشافعية قولان. وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد. أحسنت. قال: والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال إلى آخره. هذا الآن شروع في مسألة جديدة، وهي الملقبة بهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، مسألة تخصيص العام بالسبب، وهي مسألة من المسائل المشهورة في أصول الفقه. وقيد المصنف العام هنا بقوله المستقل، ومعنى المستقل يعني النص الذي لو ورد ابتداءً لصح كلاماً مفيداً،
من غير حاجة إلى اقتران السبب به. هذا معنى العامش المستقل، لأن بعض الخطاب، بعض خطاب الشارع لا يصح أن ينقل وحده، بل لابد أن يذكر معه سبب وروده أو سبب، نعم يعني سبب ورود النص. مثل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فقولك فلا إذن لو نقلته وحده هل يصير كلاما مفيدا بنفسه؟ لا، لا بد أن يضم إليه السبب، وهو السؤال، سؤال الصحابة رضي الله عنهم. وأما العام المستقل الذي لو نقل وحده بدون ذكر سببه لأفاد بنفسه معنى صحيحا، فهو الذي الكلام فيه. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة رضي الله عنها فقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فاللفظ عام وله سبب، ولو لم ينقل السبب هل يؤثر في معنى الحديث من حيث دلالته على معنى؟ لا. لكن العلماء احتاروا في مسألة ما إذا جاء اللفظ عاما والسبب خاصا، فمن العلماء من نظر إلى العام ولم يلتفت إلى سببه الخاص فجعل العبرة بعموم اللفظ، ومن العلماء من قالوا: هذه الأسباب ما نقلها العلماء والرواة واعتنوا بها وصنفت فيها المصنفات إلا أن لها أثراً في النص المنقول معها، وما هذه الفائدة إلا تخصيص العام بصورة السبب، وإلا كان ذكر السبب حشواً لا فائدة به. فقال: والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني سواء ورد معه سؤال أو لم يرد معه سؤال. قال: عند أحمد وأصحابه والحنفية، وهو أيضا قول كثير من المالكية وقيل أكثر المالكية، وهو قول كثير من الشافعية وقيل إنه قول أكثرهم. أما مذهب الحنابل الحنفية فواضح أن المعتمد عندهم أن العبرة بعموم اللفظ، وأما المالكية والشافعية فعندهم قولان مشهوران في مذهبهما. قال: فالعام على سبب خاص لا بسؤال يمثل الآن. شرع المصنف رحمه الله في التمثيل لما ورد من العام على سبب خاص في السؤال وفي غير السؤال، فبدأ في غير السؤال. قال: كقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. فقوله من تفيد العموم. قال: اللفظ عام وسببه خاص، لأنه ورد في قصة الأشعث ابن قيس، طبعا كلمة وصية يبدو والله أعلم أنها قصة أو قضية، يعني إما أنها كلمة قصة أو قضية، يعني في قضية الأشعث أو في قصة الأشعث بن قيس رضي الله عنه، حين اختصم هو وصاحبه، وذلك أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه يقول: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، أرض له يعني، فجحدني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينه؟ يعني لما استدعى اليهودي وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فيحلف لك، يعني اليهودي. فقال: إذن يحلف ويذهب بمالي، يعني لن يبالي بالحلف لأنه يعني كافر يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فاللفظ عام والسبب خاص، وورد اللفظ العام من غير سؤال سائل. قال: وبسؤال الآن يمثل
للصورة الثانية، ورود اللفظ العام على سبب خاص، لكن حصل بعد سؤالي شخص يسأل من الصحابة رضي الله عنه، قال: قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان فلان حياً، عمها، يعني تريد عمّاً، سمت عمّاً من أعمامها من الرضاعة، دخل علي، يعني يجوز أن يدخل بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فهو سؤال ورد بسؤال، هي تسأل الآن. ثم قال: وقيل عكسه شروع في المذهب الثاني في المسألة، وهي أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. قال: أي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وروي عن أحمد. نعم، هي رواية، لكنها رواية مرجوحة عن الإمام أحمد، وقاله بعض أصحابنا، وللمالكية والشافعية قولان. نعم، عندهم قولان، واختلف كلامهم في أيه أي القولين راجح في المذهب. ثم قال المصنف رحمه الله: وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر. يعني الآن العبرة إما بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، لكن يستثنى من هذا صورة هي محل إجماع عند بعض الأصولين، يقولنها محل إجماع، وهي صورة السبب. صورة السبب فهي داخلة في اللفظ العام قطعاً، أما ما عدا صورة السبب ففيها شك، هل تدخل في اللفظ العام أو لا تدخل في اللفظ العام؟ فغير صورة السبب تدخل في اللفظ العام عند من يقول العبرة بعموم اللفظ، وغير صورة السبب لا تدخل في اللفظ العام عند من يقول العبرة بخصوص السبب. إلا أن المصنف رحمه الله لم يقل بالإجماع، إنما قال قطعية الدخول عند الأكثر. عند الأكثر يعني خلافاً لبعض الشافعية، لأن بعض الشافعية يقول لا، ما تخرج صورة السبب، حتى صورة السبب يمكن أنها تخرج من اللفظ العام عند من يقول العبرة بخصوص السبب، هكذا قيل، وهو مذهب لا شك أنه شاذ مخالف لقول عامة العلماء. وحينئذ فمن ثمرة أتى بها بقوله فلا تخصص بالاجتهاد، ثمرة الصورة الأخيرة أتى بها بفاء النتيجة أو فاء التفريع، قال: فينبني على دخول صورة السبب في اللفظ العام أنه لا يجوز للمجتهد أن يخرج صورة السبب من اللفظ العام بضرب من ضروب الاجتهاد، ما يجوز له. لما؟ لأن دخولها في اللفظ العام ليس على سبيل الظنية وإنما على سبيل القطعية، فحينئذ لا تخرج بالاجتهاد، إنما ينظر في بقية الصور. ثمرة الخلاف تظهر فيما لو سافر المسلم سفراً لا يشق عليه، سافر في رمضان سفراً لا يشق عليه، لم يجد فيه مشقة، فهل الأفضل في حقه الصوم أو الفطر؟ قولان للعلماء. فقال بعضهم إن الأفضل في حقه الفطر حتى لو لم يشق عليه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، وهذا عام. وقال بعض العلماء: بل الأفضل في حقه أن يصوم رمضان وهو مسافر، لأن الصيام لا يشق عليه. طيب، وماذا تصنعون في اللفظ العام ليس من البر الصيام في السفر؟ لفظ عام. قالوا: نعم هو عام، لكنه ورد على سبب خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلاً، رأى زحاماً يعني، ورجلاً قد ظلل فسأل عنه فقالوا هو صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ما قال هذا اللفظ إلا حين رأى رجلاً شق عليه الصيام فأرهق نفسه وأرهق إخوانه المسلمين، حيث تركوا أشغالهم وصاروا يضللونه ويخشون عليه الهلاك. ومن ذلك ذبيحة المسلم
من ثمرات الخلاف ذبيحة المسلم إذا ترك ذكر اسم الله عليها نسياناً، إذا ترك التسمية عليها عند الذبح نسياناً. فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحل بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وماء الموصولة تفيد العموم كما مر معنا. وقال بعضهم: بل تحل، تحل ذبيحته ولو ترك التسمية نسيانا، لأن هذه الآية الكريمة وإن كان لفظها عاما إلا أنها وردت على سبب خاص، وهي أنها نزلت في ذبائح المشركين كانوا يذبحون ولا يذكرون اسم الله، وحينئذ يخرج تخرج ذبيحة المسلم. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.